وإلى أخبار المحترفين المصريين، حيث أشارت صحيفة صان البريطانية أن نادي ريال مدريد الإسباني رصد 62 مليون جنيه استرليني لضم النجم محمد صلاح المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. ووفقا للصحيفة، فإن فلورينتو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني قد تواصل مع وكيل محمد صلاح حتى يتفق معه حول شروط انتقال صلاح للريال. وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن رئيس ريال مدريد يرغب في ضم محمد صلاح مقابل مبلغ 62 مليون جنيه استرليني فقط، على ألا تزيد قيمة الصفقة عن هذا المبلغ. وفي الولايات المتحدة الأمريكية، يتوجه المدافع المصري علي غزال اليوم إلى كندا للمشاركة في فترة الإعداد مع فريقه فانكوفر وايت كابس بعد غد الاثنين، استعدادا لبدء منافسات الموسم الجديد. وكان غزال قد انضم لصفوف فانكوفر الكندي الذي يلعب في مسابقة الدوري الأمريكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية في صفقة انتقال حر. وإلى السعودية، حيث تحدد موعد جديد لمباراة فريق أهلي جدة والذي يضم بين صفوفه مؤمن زكريا مع العروبة في دور 16 لكأس خادم الحرمين الشريفين، ليكون غدا الأحد بدلا من اليوم السبت بسبب الأحوال الجوية. وانضم زكريا إلى صفوف الأهلي خلال الانتقالات الشتوية الحالية، وتأخر ظهوره مع الفريق بسبب ارتباطه بالمشاركة مع الأهلي في مباراة القمة أمام الزمالك ولقاء السوبر أمام المصري. يستعد المهاجم الدولي السابق عماد متعب للظهور الأساسي الأول مع فريقه الجديد للتعاون السعودي في المباراة الودية مع الحزم والمقرر لها الأربعاء المقبل. وانضم متعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية وشارك كبديلا مع فريقه أمام الرائد. وما زلنا في السعودية، حيث استقر المدير الفني لفريق الرائد السعودي والذي يضم بين صفوفه المصري محمود عبد الرازق شيكابالا للدخول في معسكر مغلق لمدة 5 أيام استعدادا لمواجهة الهلال. وستقام المباراة يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة 19 للدوري السعودي للمحترفين.
وفي الاتفاق أبدى أحمد الشيخ جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي حزنه لخسارة فريقه أمام اتحاد جدة خلال المباراة التي جمعتهما أمس الجمعة في ثمن نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين. وخسر الاتفاق الذي يضم الشيخ على سبيل الإعارة من الأهلي من الاتحاد والذي يلعب له محمود كهربا بهدفين مقابل هدف. والآن إلى فاصل قصير ونستأنف نشرتنا الرياضية.